بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس، أموركم على خير وبخير، أحوالكم طيبة. كنتمنى خوتي وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو تكونوا في أحسن الأحوال والظروف إن شاء الله بإذن الله، مع فيديو جديد ونهار جديد كله طاقة إيجابية إن شاء الله، ونشاط وحيوية والحداقة والحلاوية لالا والحلاوي الوجدية. هاد النهار اخوتي جيت نشارك معكم هاد الحليوه هادي اللي كتجي غزاله الصراحه، هاد الكعك الوجدي اللي كيجي روعه وكيجي غزال وكيجي المذاق ديالو خطير 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 بزاف بزاف. كنتمناكم تجربوه لوليداتكم في العيد ان شاء الله باذن الله. وخليكم اخوتي باش ما نطولش عليكم، اللي شاف لا فيديو ما ينساناش من لايك والبارطاج والضغط على الجرس باش يوصلو كل جديد. ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج كيسان ديال بالعبركاس العنبه ديال سنيده، راني خويتهم في هاد الزلافه. عندي جوج كيسان ديال العنبه، جوج كيسان ديال العلبه ديال الزيت، ربعه ديال البيضات، قبيصه ديال الملح. عندي هنا نص كاس ديال الماء زهر، عندي واحد جوج معالق كبارين ديال العسل، جوج معالق ديال النافع، وعندي هنايا واحد الكاس ونص ديال الجنجلان واللوز مطحونين ما بين جنجلان ولوز. عندي هنايا جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلويه وواحد نصيص. عندي هنايا كيلو ديال الفرس الابيض يكون من نوعيه جيده. بسم الله على بركة الله، نشدو إناء وعنوضعو فيه الأكياس ديال الخميرة ديالنا. صراحة كتافيو بجوج فقط في الكيلو، أنا درت يعني واحد نويس كان عندي وزدتو هادشي اللي كاين. نتوما إلا بغيتو كتافيو هي بجوج في اللي راه كيجيو، هي جوج في الكيلو. أنا عندي كيلو ديال الفرس الأبيض كما قلتلكم، وكان عندي واحد نصيص ديال الخميرة ضفتو. هنايا جوج معالق ديال النافع ومخلطين مع شوية ديال حبة حلاوة، عندي جوج معالق كبارين ما بين النافع وحبه حلاوه. هنا واحد القبصه ديال الملح على حسب الذوق، المهم كتعادل لنا الذوق. صافي واحد القبيصه. هنايا عندي ربعه البيضات يكونوا بحراره المطبخ او حراره الغرفه، يكونوا ما يكونوش في الثلاجه. عندي ربعه ديال البيضات غنضيفهم حتى هما بالنسبه للكيلو. اللي بغى يضاعف او لا ينقص على حسب الكميه، الصراحه كيجي هذا الكعك غزال 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 وخطير، والصراحة الله تفرحوا به وليداتكم وتقدموه على مائدات العيد ان شاء الله باذن الله. الله يبلغنا ليه في الصحيحه والسلامه. وعندي هنايا واحد جوج معالق ديال العسل اللي ما عامرينش بزاف، كيعطينا اللون التعليكه وكيعطينا اللون الذهبي بلا ما ندهنوه بالبيض بلا حتى شي حاجه، كيعطينا اللون الذهبي عفوا. هنايا عندي جوج كيسان، انا عبرت صراحه بالكاس ديال العنبه وخويت هنايا في هاد السلايف. عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده وجوج كيسان ديال العنبه ديال الزيت عامرين طبيعة الحال ملوئين جيدا، خويتهم هنايا في هاد الاناء. قلت حاجه سهله والبسيطه والسريعه، يعني كتخوي العناصر كلهم مع بعضياتهم وكتبداي تخلطي. صافي كيبقى لك الدقيق، كتبقاي تضيفي تدريجيا وتخلطي. صراحه وجدتو في نص ساعه ديال المكانه كان واجد صراحه الله، دغيا 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 بسرعه وجدت لي والله العلي العظيم اخوتي، لا دغيا دغيا وجدتو. مور مول الفطور هكا يفطرت، فطرت وليداتي يعني فطرنا في المغرب، فطرت وليداتي جمع الطبيله، صليت الصلاه ديالي صراحه الله، ونتصوبتو نص ساعه كان واجد وساليت دغيا دغيا. صراحه درت انا كيلو، ما درتش يعني كميه كبيره، وانا مني تبارك الله حفظ لي ما شاء الله يعني كمية لا بأس بها كما كتشوفوا. كنخلطوا داك العناصر كاملين، الماء زهر داك العناصر اللي كانوا عندي كاملين يعني ضفتهم، ومع الخمارات وكنخلط باش كندخل داك العناصر داك البيض، كنحك داك الجنجلان، هذيك الجنجلان وكوكو عفوا ما قلتلكمش، الجنجلان واللوز، الجنجلان واللوز حمرتهم في الفران، نقيتهم مزيان، شويه ديال اللوز حمرته في الفران وطحنته بالقشره ديالو، والجنجلان حتى هي نقيتها ومسحتها مزيان وحمرتها في الفران وطحنتهم في الكاس المولينيكس. طحنتهم ما طحنتهمش مزيان حتى لينتهم حتى ولا وبره، ولا ملي طحنتهم على كونكاس يعني خليتهم شويه مهرمشي، هي شويه ماشي بزاف، باش يعطيونا داك التقرميشه ملي كنعضوا الكعك ديالنا كيعطينا داك التقرميشه. صافي دابا من بعد ما خلطت الخليط ديالي مزيان في القصعه، نسجم داك الزيت مع البيض مع سنيده السكر، سنيده داب في يديا. صافي كنبدا نضيف الطحين تدريجيا على حسب داك الكاس ونص اخوتي ديال الجنجلان وسميتو اللوز عفوا اللي ضفت، يعني ما تخليش كيلو ديال الطحين كامل، انا كان عندي كيلو ديال الطحين، ولا مني بحكم داك الكاس ونص ديال الجنجلان واللوز ما تخليش الطحين كيلو كامل، نبقى واحد شويه نتمن قياس واحد الكاس اللي بقى
حيت دخلوا في عوضهم يعني ديك النواشف الاخرى. صافي كنبقى نضيف تدريجيا الدقيق، بطبيعة الحال يكون من النوعية المزيانة ويكون مغربل مزيان، وصافي كنستمر هكا في الخليط ديالي كنخلط. قلت لكم ساهل اخوتي دغيا دغيا، وكيوجد بسرعه تبارك الله ما شاء الله، وواحد الريحه طالعه منه ديال النافع وديال داك اللوز محمر في الفران وديال الجرجلان ما نعاودلكمش عليه والله العلي العظيم اخوتي، لا المذاق ديالو جا ولا اروع صراحه. اللي بسيط وساهل ومقرمل كيجي وفتي ومقرمل في نفس الوقت، يعني يعجب وليداتكم، وقدموه على مائده الافطار العيد ان شاء الله باذن الله اللي مالا وعبيد الطويله ديالكم طبيعه الحال. اللي بسيط صراحة الله وساهل كما قلت لكم كيوجد بسرعة. انا حضرت قلت وجدت هكا الفطيرة لوليداتي وصليت صلاتي ونط صراحة حضرته، وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. صافي ما كندلكش العجينة، فقط كنجمع نستعمل شي شوية الطحين باش نحيد داك الزوائد اللي في يديا، وصافي وبركة نحبس. يعني بغيت باش نحيد داك العجينة اللي لاصقة في يديا، صافي ما كندلكش كنجمع بالاصابع ديالي فقط كنبقى نجمع كنحيد ديك الزوائد اللي كتكون في القصعه لاصقه وداك الشيء، وصافي كنبدا نجمع شويه بشويه. مهما كاينين اسماء ومانر هما الصراحه اللي عيشوا للفران، هما اللي انا نبقى نصوب هما نعطيهم يقابلوا الفران. راهم جالسين حدايا كيشوفوا. صافي فقط بحال هكا كنبقى نجمع، راني خليت اخوتي الفيديو ما زربتوش خليته ثقيل، واخا الصراحه يجي طويل شويه سمحوا لي بزاف بزاف باش تفهموا المراحل، وينجح معكم ان شاء الله الكعك ويجيكم بحال اللي جاني انا، يجيكم اروع ان شاء الله باذن الله، والمذاق خطير ومنكه يعني تبارك الله مقوم. ماشي درته ما بغيتش ندير هي العجينه وصافي ناكلو هاد الطحين وصافي، بغيتو الصراحه يجي مقوم. ولكم الاختيار كل واحد صراحه وشنو بغى يدير فيه، كاين اللي كيضيف فيه الجلجلان بوحديتها، كاين اللي كيضيف فيه يعني كاوكاو وضيفوا فيه اللوز اللي بغيتو اخوتي، راه الاختيار الاضافه كتزيدوا فيه نتوما اللي بغيتو واللي حبيتو واللي كتفضلوا اصلا، هي تكون عندكم لوز ولا تكون عندكم كاوكاو حتى هو جيبوه حمره في الفران وطحنوه حتى هو وديروا فيه كيعطي اضافه خطيره، وكيجي يعني ملي كيكون كتاكلوا يعني الكعك ديالكم مع كويس ديال اتاي كتجي الصراحه ديك التكرميله وديك المذاق ديال يعني الكاوكاو او الجنجلان او اللوز اللي كان كيجينا منكه، ما كيجيناش يعني بحال اللي كناكلو غير الطحين وصافي. هذا الشيء اللي كاين باش درت الصراحه فيها انا كميه ديال اللوز والجنجلان محمرين ومطحونين، بغيت باش يجيني مقوم ما يجيش بحال اللي كناكل الطحين وصافي. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، حيت صراحه ما فيش شي مكونات، قلت لكم فقط الزيت وسنده والطحين، هذوك الاضافات هما اللي كنزيدوا له هي ديال داك اللوز والجنجلان، هما الاضافات اللي كيعطيوها الصراحه النكهه. انا اخوتي راني عمرت جوج طباسر، راني بديت كنطيب ديت الفران باش ما يطولش عليكم لا فيديو اكثر من هذا الشيء. صافي فقط غنشارك معكم القطع، مهم كي كندير له انا بطريقتي. انا استعملت واحد ميكا باش ما نبقاش ندير الطحين في الطبله ونطلق ويلصق ليا، عندي هاد القطاعه هادي خديتها من بين داك القطاعات اللي عندي ديال النجيمات وقليبات كي بغيتو الصراحه، هي راه كي بغيتو تقطعو تقطعو حتى كي الشكيلات اللي بغيتو تقطعو فيه، ولا مني الصراحه داك الديكور والمنظر ديال الكعك كيجي زوين. وكتقب داك الغطايه في الوسط، عندي هذيك الدائره دايره صراحه ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، يعني بالحجم جاتني هي هذه. صافي كنطلق السنك صراحه اللي همنه متوسط ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق، هو صراحه راه فيه الخمارات يعني عيط نفخ عيط ضعف الحجم ديالو، يعني درت السنك ما بينه وبين كما كتشوفوا راه الصوره الصراحه خليته متقل، الفيديو راه واضح وباين، يعني انا خديت هاد السنك هذا وجاني هو هذاك، ما جانيش غليظ بزاف اللي يبقى معجن من الداخل، وما جانيش يعني رقيق اللي جينا يابس بزاف. كندير داك القطاعه ديالي في الدقيق، هذيك شويه الطحين اللي شاط لي من البانيو واحد الكويس هكا ديال الطحين اولا ما كاملش اللي بقى لي من الكيلو، على حساب قلت لكم دخلت انا النواشف دخلت داك اللوز والجنجلان يعني دخلت بزايد. صافي كنشد ديك الغطيطيه درتها هي ديال القريعه خوتي، هي الغطيطيه ديال القريعه ديال المناضه، غسلتها وجبتها وصافي بديت كنحيد منها، كندير ديك التقيبه في الوسط وديك الزوائد خلاص كنحيدهم وكنولي نخدمهم على هذا الشكل هكا. صافي كنطبع وكنبدا نحيد الزوائد،
صافي، وكنهز اما كنخلي غطيطيه تماك وكنهز على هذا الشكل هذا، اولا كنحيد يعني الزوائد وعاد كنهز الدويره ديالي. كيجي الصراحه هكا ساهل، وكاين اللي كيخدمه هو راه عنده عده طرق صراحه ديال الخدمه ديالو، ما عندوش هي طريقه وحده. كاين اللي كيستعمل النقش، كاين اللي كينقشو، كاين اللي كيشدو يبرولات بريولات حربول. يعني حربول هو الصراحه راه كان في الاصل حربول، كتبرولو حربول انتما كيجي الشكل ديالو. انا راه قلت لكم قربت نسالي، يعني باقي ليه واحد الطبيصل وبغيت نشارك معكم يعني الخدمه ديالو. كيحربلو حربو رقيق وكيدورو على شي مطايا اولا على شي حاجه، وكيشدوه كينقشوه. كاين اللي كينقشوه، كاين اللي كيخليه هكاك سامبل كل واحد وكيدير له. صراحه كاين اللي كيدهنوا بالبيض او صفر البيض مع القهوه سريعه الذوبان او الخل، يعني تحيدوا ديك الزفوريه ديال البيض ودهنوه من الفوق ورشوه باش ما بغيتو، يعني اللوز كون كاسي او الكاوكاو او الجنجلان او الاضافه اللي بغيتو تضيفوها. انا بغيت نخليها كسامبل، مي الصراحه فيه ديك الجوج معالق ديال العسل اللي غيعطيوه اللون الذهبي، عطيوه التحميره. ما بغيتش كاع نضيف للبيض، صافي اكتفيت بالبيض اللي دخل فيه من الداخل، صافي ما زدتش دهنته بالبيض حيت ما عنديش عليه حتى اضافه من برا. تبارك الله راه منكه من الداخل، ما كاينش علاش نزيدو شي حاجه واحده اخرى. مع بريد ديال الاتاي كيجي ولا اروع. انا وليداتي ما كيبغيوش ملي كتكون الجنجلان هكايا من الفوق ولا شي حاجه. صافي دخلت طحنت داكشي ودخلته فيه من الداخل، صافي من برا نخليه سامبل هكا، ما نضيف له حتى شي اضافه وما عندهنوش حتى بالبيض. صافي كنستمر العجينه اللي كتشيط لي، كنولي عاوتاني في الميكا باش ما تنشف ليش في الميكا، ونخدمها حتى كنقرب هكا نساليها، عاد كنزيد عليها كميه واحده اخرى وكنستمر هكا حتى كنسالي العجينه ديالي كامله. صافي كنتقبل الغطيطيه من الوسط، كنحيد ديك الزوائد وكنحطها على هذا الشكل هذا. هذا هو السونك صراحة اللي درت انا، متوسط ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق، يعني السونك ديالو هو هذاك. صراحة في الخدمة ديالو ساهل ساهل ساهل، وكيتطبع بسهولة وكيحيد بسهولة، ما لقيتش معاه شي تعب اولا شي عناء، واخا الصراحة فيه القوام وما يعني ما تقرض ما تهرس ما حتى شي حاجة. صافي كنشد الكميه وكنزيد عليها كميه اخرى. دابا هذا الطبيصل الصراحه نزيد واحد الوحيده وندخلها للفرن ان شاء الله يطيب. انا خدمت معكم هنا واحد الحريبيل، هانتوما كما كتشوفوا، الا بغيت كاين اللي كيدير له بحال هذا الحريبيل هذا وكينقشوا بالنقاش. انا الصراحه ما عنديش نقاش، وجاتني هذاك الطابع عمليه وجاتني سهله اكثر، قلت صافي نديرو هكا بالطابع. انتما كما كتشوفوا الصراحه حتى راه هو الطبيصل التالي الاخر دخلته للفران، هذا هو الطبيصل التالي. هذوك الحبيبات اللي بقاو لي ديك الدويرات في الوسط خدمتهم حريبلات على داك الشكل ودخلته للفران، كنطيبوا عليها في مهيله من الجهه الفوقانيه. صافي كنهبطوا من التحت شويه يتحمر، انا عندي فران الغاز، وكنخرجوا استفتوا الصراحه في الطبق النهائي ديال التقديم اللي كيجي الصراحه على هذا الشكل. وراه عطاني خوتي 100 و110 ديال الحبات، يعني 100 حبه و10 ديال الحبات. ما تبارك الله راه قلت لكم الحجم ديالو يعني ماشي كبير وماشي صغير، راه متوسط، ولا مني ما شاء الله يعني هي جويجات راهم يقهموك ما شاء الله، ما فيهم القوام تبارك الله. وجا غسل، كان هذا هو الشكل ديالو النهائي. اسمحوا لي اخوتي، كان هذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما خرجته من البران، قدمت لكم في طبق التقديم ان شاء الله باذن الله اللي نشد بواطه هكا وتكون عندها الغطايه ديالها، ونعمرو فيها ونخليه ان شاء الله اللي جا غزال ما شاء الله جا روعه، واحد الريحه طالعه منه ديال النافع. ما نعاود لكم شو اللوز والجنجلان محمر جاي، يا سلام جاي اخوتي مقرمل مع بريد الداتاي ما شهيتكم فيه. كنتمنى تجربوه وتخليوا لي الكومنتيرات ديالكم والتعليق ديالكم اللي عجبكم الفيديو ان شاء الله باذن الله، بارطاجيوه مع الحباب والعائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. انا نقسم لكم وحده باش تشوفوا، شوفوا كي جا تبارك الله مذهب، راه قلت لكم بلا بيض بلا حتى شي حاجه، جا محمره ومقرمل ومذهب لا من الداخل لا من التحت ولا من الفوق. شوفوا تبارك الله كي جات التقرميشه ديالو وجا القوام اخوتي فيه، ما نعاود لكمش عليه، راه تبارك الله مقوم. ومع السلامه اخوتي الى فيديو قادم ان شاء الله، شكرا لكم.